شركتنا بقوات المغربيه، شي طلع فوق السطح كروف تحن واحد من الاطفال، شي طلع فوق السطح، شي في الدروج، شي مثلا سيركلوا الدار وراك تشورن وحكمونا. وتقريبا فوتنا شهر وحنا جبرنا ياسر من وعد التعذيب انا وبعض الرفيقات اللي منهم مازال ما سجون نظري نعلقوا، معلقونا بايدينا وبطنا على الكراعين، فهموما اللي علقونا بكراعينا يقالوا رسنا تحت لمدة سوايع، ونفهم يحزمون على طابلو ونسكنونا بالحبال، يبطونا كفتان، يبطوا الإنسان طول بعد اللي نحزم على الطابلو، ويحكموا طراب ورق في الشي من الماء ويديروه للخشمة رقاجة فمو باش يستنشق هذا الماء. معايا رفيقات غلاظات مثلا وحدات كبارات سنا وكبارات جسامهم كبار وتقطعوا ياسر من التقطاع، فيهم وحدات حوامل. دخل علينا الغزو وفوتنا معاه 11 يوم، وهذه 11 يوم فوتنا معاه فوتناها الحقيقة، ما نرقدوا ولا نقعدوا ودائما مستنفرين. يلينا خبط المدينة عندي 11 شهر ولا 12، ما عندي شيء يسوي هو نبتو لأن الرجال قبضهم المقاربة، والتركة جينا بها توصلنا للمخيمات، جينا المهيرز في الليل وجبرنا المخيم قدامنا. ياسر من الناس مبني فم وعنده ياسر من مشاكل انطلاقات، هذه هي طريقة الأصول مع الباقي من عائلتي كامل الثاني اللي توصلهون مش على كرعيه في مهيريز. ما اللي فهمت من الدنيا لا جايتك حز نوبة على كرعيها ونوبة نجبرو تيتا تمشي بينا تلفتنا الطريق السقيل ونتلحقهم ونوبة نمشو على كرعينا إلين لحقنا تفاريتي. قولها على اني انا الباقي هي في هذه الحياه، ان اليوم احنا الحويسين قاعد طامعين والله عدنا احنا نداولوا كيف الناس، احنا وفات من الدهر ما قد نطمع فينا لا مخيوف منه والله ما مطمع فينا، ما هو حد جاينا بمروه يدور شيء. شاطر زاد ذاك حسن ضيافتنا للخطار زين، ما اعطانا لنا المزامير الجاون وذيك الشغله زين، كون ما يجي حد الا جا حد طامع فينا لنا من الناس الثانيه هم اللي جيتها، كنا احنا اختي قد نطمع فينا حد لا يجيب لنا ما قد خلقت.
impresionó el terreno, que lo vi, me impresioné, porque ni agua, ni pasto, ni nada, absolutamente aquí. Cuando venimos aquí, no hay nada. Claro que impresiona, ni medicamento, ni nada. El principio, cuando venimos, un susto, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros que lo buscamos. ¿Sabe lo que quiere decirte? Nosotros buscamos que venimos aquí a ver si tenemos una dependencia nuestra. O morimos. Dos cosas. O sí, uno. La vida o la muerte, porque aquí, ¿qué hay aquí? Entonces, la primera impresión a los 9 años es saber que, o sea, uno llegaba y no encontraba, por ejemplo, los lugares no eran conocidos. No veía autos, no veía casas, no veía nada. Y todo prácticamente era en tiendas de campaña. Bueno, al inicio no había tiendas, había solo poquitas cosas. Y la gente trataba de sumergirse. Entonces eso le quedaba a uno como decirte, es que no encuentro la palabra exactamente para poder decirte, pero es que le queda como una opresión en su interior, que le es difícil de... Y a esa edad, entonces, eso te hace... Darte es como de una mente infantil inmediatamente pensar a pasa a una mente mayor, porque en ese momento te das cuenta y te haces mayor, aunque no quieras. شهر واحد 76 فهذه الظروف الحقيقة اللي شينا ظروف تقتل الحقيقة حد بإحساس ولا بشيء لنها ولكن علينا احنا مصممين علينا ذاك اللي انطلقنا من أجله نحقه والله نستشهده كاملين وهذه تركي حمد الله ربعات في الثورة وتحمست حتى يتعدى منها ثانية شي مشى يقرأ ذيك اللي جاوز قيري راه مضريك شي يقرأ وشي في دول الصديق انه يقرأوا فيها واللي عاد معلمين واللي عاد مقاتلين وذيك المآسي نسيناها كامل الحقيقة مات لينا متأثرين بها نتيجة لنا الباقين هو الوطن باقين فقط علينا نحر وطننا والله مولي نخلا كامل ليش انا قاعد لا طويل ما هو هي عائله الحمد لله كامله وماشي عنها ابوها معدل خيمه ثانيه لك سمعت معدل خيمه ثانيه هو وهم الحمد لله صنع سرير قاش وش عنهم ابوها وربيتهم انا الحمد لله انا ورباها وعليها ترجال لك سمعت ومجوزتهم ومعدل حالتهم
شوف يدي. يدك ثانية. يدك ثانية. وكيهم أصلك معي. خالق الحقيقة ياسر من الأمور اللي طلبوه خارج عن هذا اللي يجيب التنظيم، مثلا تنظيم قراهم لبسهم، مثلا جعلهم مساوين مثلا مع أطفال المجتمع كامل، ياك ما يظهر لهم شيء غير خالق جام بالحنان، جام بالعطف عند الخيمة، جام بهيك المسائل اللي التركة منين يجوا يجبروا الأبو ويجبروا الأم، رغم أن قاع ظروفنا كاملة تركتنا لبوات ياسر ما تجبروها، لا اللي في جبهة القتال واللي شهيد واللي يقير مرة مرة يجبروها. هذا مثلا من 75 فقدوا هذا الجزء من الحنان، فقدوه عنهم رغم الأبوات ما. وأنا نفرض والله نعدل من الحال عن أني ذاك الجانب والله ذاك الجزء من التربية ما نظهروا لهم ياسر، مثلا نعمل لهم هذا اللي نشوف يوفروا الأبوات للتركة، نعمل أنا على توفيره مثلا من يجوني في العطلة مسائل يجيبوها لأبوات نجيبها أنا مثلا، إياك هما ما يبدأوا يحسوا على إنهم ما عندهم بو، رغم إن هذا كامل البو عندنا إحنا بالنسبة نظريك هو الجبهة وهو الأم، لأنه جميع الإمكانيات هو اللي وفرها. كم عندي يورك؟ هي عندي 6 أشهر تقريبا. يا طويل العين الزرحة تم لا تعدل ذي وتضبطوا جراج عدد الشيء خاصة تفعل ايه غير الرجال جاي صور شيء قريت في المخيم في بداية مجينة بداية القزو وبداية مجينة للمخيم قريت مشيت للجزائر وقريت وش مستوى الحقتي؟ الحقت الأولى ثانوي الأولى ثانوي عايشة في البادية عايشة في البادية بالأولى ثانوي عايشة في البادية جيت هنا تياهي يا وغري عدلت اختصاص حق القراية ولا عدلت اختصاص شنو اختصاصك؟ اختصاصي كنت نختص في معهد في 27 معهد الإدارة معهد الإدارة 27 مدرسة النسائية هذه نعم متخصصة في الإدارة ايوه وش عندك من التركة؟ شفت عندك قبيل طفيلات عندي في التركة في التركة ثلاث طفيلات ما دير كانوا معاك قبيل متزوجة ولا ما مطلق؟ كنت متزوجة غير ذلك مطلق وش ردك للبادية؟ جيت هون مناسبة وجوع شيب هون اصلا يسكنون في الارض Mm-hmm.
كثير. ارفع اليد. امام. وحد. ادرت مرات لي الصار. دار. Yo, la política no me gusta. La critico yo mucho. Me gusta. Me gustaría la verdad solamente. Trabajo, me trabajo, hago mis cosas. Me llama por cualquier cosa que puedo hacerla, hacerla. Pero la política, nada, ni quiero saber nada de ella. جيت قريت في كوبا، مضيت دراستي الطبية في كوبا مدة 7 سنين، ومن جانب الصعوبات اللي تلقينا لها جينا هنا فيها عقب السنين الطوال في الخارج، هما الأكثرية صعوبات مادية بالجانب العمل الترباخو كيف لوس ميديوس اللي ينستيانين اللي ميتاوس los medios diagnósticos otros medios اللي نحتاجهم باش نقدو نطالعوا على الامراض اللي متواجده في المرضى. والجانب الشخصي الحقيقه حد يمضي جهد شبابه كامل بالخارج ودوله خارجيه ويرجع من جديد لشعبه، ولو بنا ما انقطعنا نهائيا من شعبنا، دائما اتصلوا بيه، جينا من عنده رسائل وجينا من عنده شيء. Prefiero que estudie a mis hijas que todo. Prefiero que estudie y que yo aguantando, trabajando sola, haciendo todo a los pequeños, a las mayores lo mando toda, hasta le pasé a toda estudiando. A todos los hijos míos, sabe, no estudia mucho, pero sabe leer y escribir bien, y algo sabe. Pero todo fuera del país donde estoy yo.
y tengo que aguantarlo, claro, yo tengo que ser mi dura para eso. Como tú no vas, te manda un hijo, te sale de la puerta, pues siempre tiene el corazón temblando por tu hijo que salió de la misma puerta, ¿verdad o no? Fuera, imagínate de aquí a Cuba, la distancia que tenía con tus hijos, 8 o 9 años sin verlo. Al lugar de trabajo nos da igual, porque siempre visitamos a nuestras familias y nos da igual. Desde pequeños nos independizamos. Desde pequeños salimos a las instituciones, que son becas. A ver si me explico. Y ahí pasamos todo el tiempo. Tenemos 10 días trimestrales. Y luego, cuando llega el verano, con la familia. Y ya es una costumbre desde nuestra niñez, desde pequeños, desde muy pequeños. Y estamos ya adaptados porque esas dos viven en Auxerre y trabajan aquí el 27. Nosotras tres vivimos en Smara y trabajamos aquí. Vemos a nuestra familia solo los fines de semana y el fin de semana son solo día, el viernes. No es como en otras partes que el fin de semana es sábado, domingo. كنا صغيرات نقراو في الجامع، يعود في كامل وعنده جامع، وقرونا لها القرعة العظيم. شي قال القرعة العظيم ما نعرف نقراوها، لها القرعة العظيم نقراوها لين عندنا قد ما تحد قد ما كان قد نقراو. كنا عاد تغطي راسها مرقة في الجامع، تعود عاد لها موتو. محو الأمية بدينا به بالجميع على أنه فيه ما يستجهل رقم اللي كان معدل لعدو الاستعمار مثلا، وبدات الناس كامله تقرا من البدايه، تقرا محو الاميه من البدايه من القسم الاول، وفي ذاك الظرف هو اللي تلاطمت فيه انا والوالده، عدنا في قسم ومشات معي لين لحقنا القسم الثاني، وذي هي شوفته هي ماتت مساعدتها في القرايه، واللي فتصلنا في ذاك الظرف بقيت انا في القسم الثاني، وعقبت كانت طفيلة هذه في قسم ثاني في القسم اللي قدامي، إلين جات ظروف تعطلت هي شوي بالنسبة للحمل والنفاس وذاك، وعقبنا التقيت أنا أمي وهي اللي هي المنت في القسم الثالث، هذا هو اللي قط التقينا فيه في بعض الأحيان في الأقسام. Yo he sido siempre una niña muy ligada a mi madre. Para mi madre lo es todo. Entonces, cuando me tuve que separar de ella fue un golpe duro. Al inicio me fue difícil adaptarme, pero había que separarse, porque había necesidad de... Cada uno es la forma de lucha de ellos. A nosotros nos tocó luchar contra la ignorancia y teníamos que ir a estudiar. El primer año fue difícil, pero a medida que fui adaptando, empecé a recibir correspondencia, cartas, casetes, y así, evolutivamente, muy fin, entonces uno también, pero es bueno de vez en cuando, o sea, esta separación es buena porque primero uno le hace ser un poco más independiente, crecer un poco más independiente, formarse él por sí mismo, entonces eso te ayuda en la vida después. ¿Y qué voy a decir más? Nada más que la alegría, que veo que tus hijos estudian bien, bien vestido, bien comido, bien mantenido. ¿Qué más quiero? Sí, me molesta porque está lejos, pero me contesta, contenta también por dentro que están estudiando y que están bien, mejor que estar aquí. Yo prefiero que están fuera estudiando que estar aquí. ¿Sí? ¿Para qué estamos todos en un infierno? Tengo un infierno. ¿Sabe el infierno? Après, il faut un peu la عزي خمسة
أوزيك عندك خمسة حبيبي. أعطيني البارح حق الله. أعطيني البالة يا مينا، أعطيني البالة عشان علي يلحقني الوقت. Prefiero que estudie más las hijas que el hijo. El hijo puede trabajar duro, puede cargar saco, puede hacer cosas fuertes, y la hija no. ¿Entendés? Una hija que tiene que estudiar mucho, por el día de mañana no tiene que pidiendo un hombre la comida. Wallahi, le zawajt baghitou. درت معاه علاقة أول شي، ما تخيمت من فم تخيمنا، تخيمنا زين ومزلنا ماشيين زين. وكم كان عندك من سنة؟ كانت عندي 13 سنة. من تخيمت قعدت عند المخيم، تمت في المخيم إلي توسر، حملت، خليت ولادي اثنين، توفوا، تميت سوا عادي، جيت هون نشتغل 88، تميت نشتغل هون تيوتو، نزلت نشتغل، اشتغل في تشريح التصابات، السربية، السربية مواطن المطعم، السربية لجان من نجوم، وذي شغلتي، فأنا نعود دارية. لا أنا بقيها وتو بقيني نعود إداريتون، نعود نكتب، نعود نولي على راسي، نعود نعرف النساء، نعود نقرأ الكتب، نعود حاليا بالنسبة للقاضي يعني خالق يعني قضاة، يعني كان قضاة يعني في الشريعة، يعني قضاة في الشريعة الإسلامية. إذا اختصاصي أنا ما هو موجود يعني حاضرا، يعني مستقبلا بالنسبه للقانون الجنائي ممكن يوجد الا من هون مثلا البناء الدولي، لان احنا الى حد الان يعني ما فيش ظواهر يعني اجراميه، ولو ان فيه يعني قانون مقنن ويحكم كل الظواهر المتوقع على انها تحدث مستقبليا، لان درك ظروف طارئه وظروف يعني حرب وتقريبا تنعدم يعني الجرائم يعني الجنائيه. وبما اني انا في هذا الاختصاص يعني اذا ما هو موجود في حد ذاته. لو كنت مثلا في مختصه في الشريعه الاسلاميه كان بإمكان مارس من الآن يعني دور القاضية. المرأة المسلمة يمكن لها عنها تمشي مع الزمن كامل، مثلا منها ما هو عنه لا زمن محدد، أنا تتطور كذلك مع تطور العصر ومع تطور التكنولوجيا ومع تطور مثلا الحياة، هي كذلك تتطور. وما هو مثلا الإسلام نظرته ضيقة لفترة من الزمن معين ولا كذا، بالعكس الجاهلين الإسلام واللي ما يعرفوه من الناس هم اللي يقولوا عنه دين يحد منها فعالية المرأة ويحد منها كعنصر منتج وفعال في المجتمع. ماذا هو الإسلام؟ إذن الإسلام أعمق وأبعد نظرة من اللي ينقال عنه. هذا جاء من عدم معرفته، وهذا مثلا الرأي المكتسب من عدم معرفته، وحتى من ضعف الناس اللي توصلوا وليالتها توصلوا بالطريقة اللي جابيها وليالتها تربطوا مع الزمن ومع تطور الزمن وكذا إلى آخره. ضعف الناس اللي في هذا النوع اللي هم المستوى انقبط عنه هذه النظرة الخاطئة، النظرة الضيقة اللي ما حقيقة ما هي حقيقة. أنا بالنسبة لي ما هي نظرة حقيقة. إذا نحن طبعا دولة كبقية يعني الدول الأخرى طبعا ما نهنشدوا على القاعدة،
التشريع الإسلامي ولا بالنسبة للتشريع الموجود نحن مأخوذ من القوانين الموجودة في الدول الإسلامية يعني اللي سبقونا، وبعد ذلك مستمدة كذلك من الشريعة الإسلامية. طبعا الناس عندها نظرة، ومعظم الناس يروا أن فيه إجحاف بالنسبة للإسلام أنه ما سوى بين المرأة والراجل، لكن بالعكس تماما أن الإسلام يعني ضمن الكثير يعني من حقوق يعني المرأة وحافظ عليها. إذا باش نشوفوا نحن نظرة أخرى مثلا لتشريع المساواة بين المرأة والراجل، نظن ما هي ما يعني بالنسبة نحن ما شفنا ذيك هي عراقل ولا ما شفنا ثقرة تخلينا نفكروا في إيجاد يعني تشريع بديل لهذا التشريع الموجود. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفكم؟ ما شاء الله. بارك الله فيكم. دخلت علينا وركت. ايوا قلت لك. يا ولدي جاتنا قايله جنب وقال لنا ماشي. شاء الله. ان الخمسه تم قالت وما قارنا بارك الله. انا غير جرات شو والله لان قال لنا انتم تكلموا بيناتنا وتكلموا. بارك الله فيك. لا انت بشرتي لانكم ما تخلصوا شكلكم عادي. ايوا هذا موجود ولا محمد خاصك تدور لهم. باقي لنا شي وجدوا الاعمال اللي باقي في شنو؟ باقي الحاجه اللي عنها نقطه المزرعه، حمله المزرعه. ولا حنشوف. باقي الحمله في المزرعه. هو الحمله في المزرعه الصبح طريقه توزيعها، طريقه الاشراف عليها كيفاش؟ كان مثلا كل واحده مع دائرتها وتنظم هي الدائره باللجان والله بالطريقه اللي بغات والله الا نقسم القطاعات وتوف ونعدلوا تنشيط وتبدا الناس في في الشغله في المزرعه. خالق الرمال اللي ينقلع على الحيط وخالق تنتاق مثلا الخضره وخالق ياسر من العمل اللي جاي يشعرنا به الا المدير اللي نفوت نشوفهم. اهم شيء يطلبه هو ويعدل لهم هو اللي يعز علينا به. غير بعد نحن قوتنا نعود منظمين وعارفين الطريقه اللي لي حد اللي يكلف بهذا اللي لي حد. فاطمه انا شوف على انها بالنسبه لها على مستوى الدوائر ما نقدوا نتيجه لان المدير هو اللي يوزع الناس على حسب القطاعات الموجوده.
يعني الناس توزع على حسب القطاعات اللي جا من الناس كامل يوزع حسب القطاعات اللي فهم وكلها يحدد له اللي يعدل في المزرعة يحدده وطريقة الإشراف بصفة عامة أنتم تشرفوا مثلا مسؤولة المكتب التنفيذي الجهوي تشرف على الناس رايك نظن له لعاد حد مات له عنده سؤال يسول عن شي والله شي ليه ننهو اجتماعنا نوقف دقيقة صمت ياك مو حد باقي عنده سؤال اسم الساعة ما يعد الصبح سابق لو وقفنا مثلا اسم الساعة 10 والله 9 ونص 9 ونص 9 ونص 9 غدا هي العمال موجودة يلا انت قال دقيقة صمت كل الوطن او شهاده كل الوطن او شهاده كل الوطن او شهاده لا نبغى مع الكلمه الرسميه المقسميه احمد نجده الامين العام للاتحاد الوطني للمراه القطريه وعضو مكتب الدين نشتقلوا بطمئنان منه وبفرحة وبين ذا اللي لودوله ما فتنا جبرناه وهذا يجعل لنا مجتمعنا دائما محارب ما قط فوت عام ولا اثنين مستقر في فرضه نتيجة لكثرة المطالبة به والحروب الجهة من كل بلد وهذا صبح ونسانة متعودات شي عادي عندهم ما تلقادي لهم في ذا اللي واقع مثلا الحرب يعود الخبيط ماشي وما يضحكوا نتيجة لأنهم عادي متعودين عليه يوميا في الليل في النهار سواء الجيل اللي سابقنا وسواء جيل نحن هذا اللي طريق Thank you.
خلاص اسوي لحمة طفيلة نفسها وطفيلة. هذه امك يا ماما. وين راح؟ هذا طفيلي انا. عندهم هو ربي اللي يسوي لحمة نفسها. حتى شو تصير؟ كيف؟ ما تقدر. البادية والله قاعد في كل وقت نذكروها ونذكروها لأنها فيها ياسر من حياة أجدادنا وقد خضنا فيها ياسر من الحياة الزينة البداوة الزينة اللي ما هي مثلا بداوة متغشرية خضناها معانا رجال زينين ومعانا نساء واللي متفقرشات ومضبطات وكافات وخيام بنية مراكيب زينين وخيل زين زينات يتناشوا وبند مرشوق وبند مرشوق قال تمه أصغر واللز باللز كذلك ساعة احنا عند المعقرونة وعند المدادة والقطيطيرة بريدات من الصحراء زيني فرقان كبار من أهل الصحراء موجودين الرجال ذيك الساعة استشهدوا في الحرب رجال معلومين حتى ولا نساوهم ياك حاج لله أبقى ريش معلومين نسرح راسي قدامهم بعد الكفيتي صدي لها يا حيدره حيدره صدي لها تقل معناها لان خيامنا كانوا مفيقات للناس كامله ما يحاني حد يكر ما وكيه المدون ما يحاني حد يكر الباب ادخل والله ما تدخل ابوابنا مفتحه حس ان علاقة منا ومروة فينا وعادات عندنا كل شيء نعدلوه كلها يدخل الباقي يدخل من هون والباقي يدخل من هوك ما عندنا حاجز حد عن حد مرتبطين في كل الأمور كاملة خايمة مفتحة من كل بريدة الفراش منشور للناس كامل اسوي اللي جاء كامل يقعد لي هذا النوع كنا بعد نشوف في البادية نوع بعد عندنا من نوع الحياة اللي احنا متموكين به يا اخي محمد علي مدت يا كراعك لنا عجبك لدمي خرصوا دبيش كم كانكم تقدوا ترشدوها الله خلنا نبلغ الناس أنا ذو النهارات مشيت لها مريضة قلبي لا يخفق ما قدر نصغر منه ويعلم الله ذاك اللي فوت فم اللي قلت اني طرات لي جدة وطرات لي حياة وطرات لي متن ما كنت قاعد نصوره ما قطريته في ذا اللي نعطالي من المقويات هونه ومن فيتامينات ومن كل شيء يذا اللي ريت من ذيك ريح الهواء ونسيم الأرض وبل مرحان وبل أهالينا وبل أخوان رفاقنا والآخره يذا كامل اللي ربيت منه روح وحياة ونوع من الصحة تبارك الله جيت به ما وشي كنت نصوره
Yo nací en un pueblo donde a 2 kilómetros había mar, el Atlántico, y era un mar prácticamente abierto. Entonces, por la mañana, cuando me levantaba, uno siempre sale por la mañana. Cuando sale, lo primero que sientes es el olor ese a mar. Por la noche estás sentada y es el olor a mar. O sientes como las olas van en el mar. El mar, para mí, es, no, yo no pensaba nunca que podía vivir sin el mar. أرض الساقية الحمراء واد ذهب، واللي قلاها علينا مسلتين، واحدة منهم عشنا ذم المأساة كامل من أجل نحصل عليها، والثانية فقدنا ذم الأولاد والشهداء المجاهدية المقاتلين الزينين من أجلها هي، وإحنا ناس مؤمنين، واللي عنده بيمانه كامل ما يقدر يتغير عن ذاك اللي فات عهد اقسم على نفسه بيكون يوفى بالعهد معه، اللي هي ذيك الناس اللي فقدنا واحنا ما تينا نقدر نخسروا ذاك الاهل. شوفي او عشرين يا عشرين انت يا ظفري للطفل اللي راح يا الله يا تكون فات بتشيلها على التنين قطر يسمي من قطر والله اللي مهم فيها بركوه وتوت لو خروج نفس
الله زينة بنتي ما شاء الله. لا يدريتك على وجهك. لا ما هو طوجة باش نعدل لك ذا زين وصالح. سمعتي نعدل لك ذا زين. ما في مشكل. من الله يبقى. أنا قاعد نتحفل إنك ضغل مرايا نتحفل. أنت كم مولي؟ يا وهذا شنو مدلل؟ انت يخسر عندك بيض كامل ريت. شوف حمد يا قلي عبوه خبزة سبيل الحمد. خسرتي الحمد؟ لا لا يا هذه يا اخي فيها دعو. ما تسمى هذا الحمد الساع. خالط عليه طين ذيك ديال 17 يعني. هذا بيا الحق ارسق جدها في ريحة الباب؟ هم. اشرب الحلو. والله هذا شنو؟ تقلي دقاع الريق يقصر بها وجهه ايكم قطعه ما شافت الريق يقصر بها وجهه الريق ما يقصر بها وجهه حق بعد صدق الله يلا والله يلا برافو والله والله يلا والله يلا الله معنا ولا بيقصيت والله ما خالق امراه وخاصة واحدة مازالت صغيرة اللي هي تقيم جوز هذا من زمن كامل ما عندها إحساس وشعور وتأثر عليها هي نفسانيا بهذا الجانب. كيف تأثر وتركه من حيث على أنهم يخصهم ياسر المسائل وياسر العطف تتأثر هي كمرأة مولي بها اللي أولا حواسها هي كشخص تأثر والثانية مولي تأثر العائلة اللي هي عات واحدة فيها هذا فرض عليا نعود نتأثر هذه الفترة. ثانيا المدة مولي ما قد سمعت عنه شيء يبقى فيا ياسر لاني ما قد سمعت عنه شيء ومن حيث على اني نتمنى اني نتخيم وراه والله نبني خيمة ثانية هذه ما قد فكرت فيها نتيجة لاني تركتي صغيرة وهذا الفات من الزمن كامل ندور لا نربيهم ولا نظهر لهم كي قلت على انهم ما نبغي نعدلهم فراق ونعوض الفراق اللي خاصهم من عند البو ما نبغي مولي نظهر لهم اني نبقي حد ثاني غيره والله نبقي نتجوز من غيره هو بي اللي رابطهم على موضوع لان نعوض لهم الفراق اللي واقع لهم هذا هو اللي عندي في السؤال هذا من حيث تأثري انا كشخص ما خلي حد ما يتاثر وخاصه العلايات يتاثروا بهذا الجانب ياسر فت نشتغل راسي ونعدل شي راسي بذاك اللي خلى الحد بوه قد يوفو ويعودوا ويليل ما يعرف شيء خلاه الصلاة عاد هو يشتغل وعنده شغلته تم قاني بها روحه عن كل حد عن الرجال امي اللي قطيع غدالي في منه ولا الولد بي اللي انا خصوني الخوت والاخوات فهمتي رانا ما نمشي On profite de cette situation. On profite de cette situation pour avoir cette instruction, cette information. C'est vrai, c'est le devoir maintenant qui l'oblige. Et on fait ce devoir national. On participe à la guerre de libération,
Mais quand même, c'est pour sortir demain, hein, pour recevoir l'indépendance demain, pour recevoir l'avenir demain, avec un métier surtout. Et quand on parle du métier, on parle du salaire. قولها بعلا حواس في ذا الجانب، على كل حال قاع الصحراوية شي طبيعتها الصبر على القساوة، شي دائما تتلقاه قاع يوميا عادة، معناها انها متمنى عليها عاد كيف عمل عادي، لكن احنا الطبيعة فرضت علينا مولي على اننا نصبر عليك القساوة، على كل حال نحس بيها ونكدر حتى عندنا يا قارئ، فرض علينا الوقت، فرض علينا الحال، علينا فرض علينا اننا نصبر عليك القساوة. ولا الزواج الاول ماني باغيته، ماني راضيته، تميت ماني راضيته نفسها، والزواج الثاني نظرا عني ما هو لايق بيا، انا ماني باغي نمشي معاه برا. زين ابوياتي مشاكل في طلب الطلاق سلحق فوت ياسر، وانا نطلب فوت ياسر، ماني 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 رايته ونعقب، ولا نجي ماني باغي الا من خلال لهلهم اللي مثلا راضينا الزواج هذا، ولا على الخلاق هم اللي لابسين في الاخلاق. ¿Hace cuánto no ves a tu novio? Uy, hace como 3 meses. ¿Y tú estás enamorada? No. ¿Por qué? Porque no estoy enamorada. Mune, déjate de... No, la verdad, no, no, serio, no, estoy hablando en serio. En serio, que te no, estás enamorada. No estoy enamorada, en serio. Es que no me hagas la verdad. Yo no tengo novio. ¿Todavía no lo he tenido? Pretendiente, sí. Como 100, sin exagerar. Esa tía tiene muchos pretendientes. Pero muchos. Pero el pretendiente no indica nada. Uno te pide la mano y le dices que no, pero es no. Que ya. ¿Sabes que cosa? Es malo ser o ser... Amar y ser mal correspondido. Alguien que ama locamente a una persona y no le corresponde. ¿Eso te ha pasado? Eso te sí. Pasa a ella. A ella sola no, a mucha gente. En el mundo. الحقيقة بالنسبة للزواج يعني بين أي طفلة صغرى يعني صغرى بالنسبة لها يعتبر في نظري طبعا أنا الشخصي يعتبر خاصة إذا كان ما يتيح لها أي فرصة على أنها تتعلم ولا أنها تواصل دراستها ولا كذا يعتبر يعني قيد بالنسبة لها وانتهاك حق من حقوقها هي الشخصية لأنها بدلا يعني من تتعلم وبدلا من تواصل دراستها وباش يعني تأخذ مكانتها اللائقة يعني بها كامرأة سواء في دورها يعني الاجتماعي أو التربوي داخل يعني المجتمع لاحظ عن الزواج يعني في سن صغرها بالنسبة لكي في صغر سنها لا يعود لها يعني قيد ولا إجحاف قاع في حقها ويعتبر من اللي هضم من حقوقها هي إلا إذا كان الزواج يعني من أجل يعني تكوين رابطة ومن أجل يعني حصانة هذه الزوجة وعلى أن يفتح لها مجال الدراسة على أن يفتح لها ان تلعب دورها اللائق فيها داخل لائق بها مثلا داخل هذا المجتمع. الدكتوره خديجه ياك لاباس Gracias.
بس نو لا كويستيون عن ما قديت نزوج بور هاد بور لا كوباسيون كونتينيو سيمبر مع لوس ستوديوز مع لوس ستوديوز و وانتو في تغل استي تيمبو نو مالا تيمبو كيتاس المومنتو هذا بودري هاثيرلو بور نسومنتو لا كوب تغل استي تيمبو فور استوديانتو y ahora con la ocupación que tengo no me ha dado tiempo a poder no estabilizarme para poder llegar a a casarse o llevar a así. Sí, porque es que después de los 30 y pico 30 y algo de años, es mucha la posibilidad de los déficits mentales. Eso por una parte. Y por una parte, no siempre a mí me ha gustado lo que es la vida familiar, hogareña, ¿no? لا عني دائما نتمنى والله دائما نتمنى اكثر منكم نعود ما عندي ترك نعود قاعد انا ما عندي قاعد ترك نهائيا ويجينا من الاوقات اللي نبغي نتمنى قلت لك عني من النوبات نتمنى نعود بلا ترك لا قاعد بلا ترك جنوني وعمي والله سوى في التربيه وسوى عند بليهم ايوا قال صابره وتوف صابره وتوف تخمن تقولها بني مات لي نتزوج بي اللي رايت صعبت من كي تلقى الترك وصعب ذا كامل يا غير فرض مولي هذا الشيء فرض بالله فرض الدولة كل مرة أنا تعود نتزوج أما كان مو ذاك القرض مات يخلي الشريط نتزوج نبغي مو خالك نبغي اللي أنتم قاعد ماشي حياتي ماشيتم على الهواء الذي يقعد من البغي تعرفتي Mis amigos dicen que soy un artista haciendo té. Le voy a hacer una demuestra. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Se colocaron. Dos. Pero mira cómo sale la espuma. Come la espuma del champán. ¿Quieres champán? Este es nuestro champán. El té con espuma. نزول فيديو. عدلوا الحصائر شوي. نعدلوهم. لا تغوا اجنب نياك. عدلوا قريب. لا تحنوا. نحلوا. نفيد عيش وحدنا عدنا معنا راجل نفيد عيش معنا. ونركب وانتم ماشي صيقة حيوان. ما قدنا في راجل. Thank you.
ويجي الفنزاك ما قلت تركي الفانة ورجوني عرفش ما خداش في الروح في علينا علينا نتحملوا هذه الصعوبات ونتخطاوها كيف صبرنا ياسر ثاني. ما هي هذه المسائل المتعلقة بذوات نحناتي صبرناها وتحديناها نصبر ونملي هذه المأساة اللي متعلقة بذوات نحناتي ونتخطاوا فيها مثلا كيف صبرها ياسر من مجتمعنا حتى أنا صبرتها تحديتها كيف تحديت تربية أولادي وحدها كيف تحديت مثلا المشي على الكراع تحديت الجوع تحديت العطش تحديت العرية تحديت كامل نتحدى مثلا عواطفي الشخصية نفضل عليها العواطف الوطنية العواطف الثورية النضالية اللي لهي مستقبليا تلحقني تعدل اللي تعوض لذاك اللي كنت أنا نطمح له والله ندور يوم لو كبيسو كباهتين لو كان مو سطر فرند لو كان مو الصحراء Nosotros lo que vamos a tener es la tendencia porque todos los saharauis no quieren Marruecos. Ningún saharaui quiere Marruecos. Por ejemplo, los que están en Marruecos, ahora trabajan ahí en Marruecos todo, ellos querían que tenemos nosotros la tendencia porque retirarse de Marruecos. Y eso lo sabía todo el mundo, eso lo saben todos los tontos. ¿Cómo no queremos nosotros la tendencia? Eso no debe. Si vosotros preguntas, es para preguntar nomás. Eso se llama para preguntar. Porque todos nosotros venimos aquí para la dependencia. Buscamos la dependencia nuestra. Y sabemos que lo ganamos. Una que lo ganamos con este tiro. Y la otra lo ganamos políticamente. Y la otra lo ganamos porque lo tenemos que ganar, porque la tierra es nuestra y nadie tiene que meterse en ella. Demain. Il y a le retour des hommes, il y a le problème du travail qui sera posé. Et le problème du travail qui sera posé dans le cadre qui est le capable. Qui est le capable? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est l'homme? Et cette capacité vient du niveau, surtout culturel, niveau de la conscience, niveau... de la continuité, etc. Alors, ça posera un problème, mais nous, comme femmes, des fois, on discute de ça, mais il y a une contradiction qui est très douloureuse, très douloureuse pour moi. C'est vrai, les femmes conscientes, on sent que il faut continuer demain. Malgré tout, il faut continuer demain. Mais des fois aussi, qu'on pense qu'il faut se reposer. Des fois, on rêve de cette indépendance, de cette liberté nationale pour se reposer. Pour nous, l'indépendance, c'est le repos.
بساعة مدة حياتي بساعة وعيد الشهر يبقى نهاية أسر ولا قطر قف خلاقنا منوش هذا اللي عليه يقولك الحب اللي منه خلق حدنا مولانا تعبوا مولي لا الخير احنا قام يخرج الشر عقب الخير الزين الكبير نساو ذا سمعتي استاركو مي بروبي فاميليا تروخار estar casada, tener hijos y considero que esto es la felicidad. Igual, ser libre con mis padres y trabajar en lo que a mí me gusta trabajar. ¿En qué? En la información, la carrera que me gusta. Y estar con mi familia y en mi tierra. Y paso las vacaciones donde quiero. ¿Dónde? Donde quiero. ¿Dónde quisieras ir en vacaciones? ¿Vacaciones? A... A... Marbella. No. A Italia. Sí, me encanta. Tu sais, on arrive a perdre le visage de ce pays. Chacun de nous a une fièvre, à grand degré, comment on peut avoir ce pays, marcher sur sa terre, baigné dans sa mer, marcher dans ses rues, dans ce grand désert librement. C'est vraiment... Alors, dès qu'on arrivera demain, la première des choses, il faut chercher dans les traces du visage de ce pays. Chercher ses yeux, sa bouche, son nez, ses montagnes, sa mer, ses dunes. Alors, c'est un long trajet, c'est une grande recherche. Oui. Pues yo pensaría que al final de este año estaría en mis casas y pensaría que eso un tiempo pasó y deja para una historia larga. Para el día de mañana se le deja a los hijos pequeños y a los nietos que puede estudiar, que estamos tal y cual, como una cosa para estudiarla. Y molesta, pero también buena, es como la muela. Esto, como la muela. Cuando la muela sale, al principio molesta mucho, ¿verdad o no? Pero después sirve para comer. Eso nosotros le sirve para nosotros como una muela. Molesta, pero después que ganamos la dependencia, ya sirve para nosotros para comer. Como la muela. ¿Entiendes lo que quiere decir? Pues eso es lo que es. Eso sirve como una muela saliendo a uno. Le molesta, le da mucha fiebre, dolor de cabeza, y molesta, pero después... que la muela le serviría bien a la persona, para comer el pan. Mm-hmm.
o morimos. Dos cosas, o sí, uno. La vida o la muerte, porque aquí, ¿qué hay aquí? Entonces, la primera impresión a los 9 años es saber que, o sea, uno llegaba y no encontraba, por ejemplo, los lugares no eran conocidos, no veía autos, no veía casas, no veía nada, y todo prácticamente era en tiendas de campaña. Bueno, al inicio no había tiendas, había solo poquitas cosas, y la gente trataba de sumergirse. Entonces eso le quedaba a uno como decirte, es que no encuentro la palabra exactamente para poder decirte, pero es que le queda como una opresión en su interior, que le es difícil de... Y a esa edad, entonces, eso te hace darte, es como de una mente infantil inmediatamente pensar a pasa a una mente mayor. Porque en ese momento te das cuenta y te haces mayor, aunque no quieras. شهر واحد 76 فهذه الظروف الحقيقة اللي شينا ظروف تقتل الحقيقة حد بإحساس والله بشيء لأنها ولكن علينا إحنا مصممين علينا ذاك اللي انطلقنا من أجله نحقه والله نستشهده كاملين وهذه تركه حمدنا الله أربعات في الثورة وتحمست حتى يتعدى منها ثانية شي مشى يقرأ ذيك اللي جاوز قيري راه مضري شي يقرأ وشي في دول الصديق انه يقراوا فيها واللي عاد معلمين واللي عاد مقاتلين وذيك المآسي نسيناها كامل الحقيقة مات لينا متأثرين بها نتيجة لنا اللي باقينا هو الوطن باقينا فقط علينا نحر وطننا والله مولي نخلا كامل مثلا سيركلوا الدار وراك تشورن وحكمونا وتقريبا فوتنا شهر وحنا جبرنا ياسر من وعد التعذيب انا وبعض الرفيقات اللي منهم مازال ما سجون نظري نعلقوا معلقونا بايدينا وبطنا على الكراعين فهم اللي علقونا بكراعينا يقالوا رصنا تحت لمده سوايع ونفهم يحزمونا على طابلو ونسكنونا بالحبال يبطون كفتان يبطون الانسان طول بعد اللي ينحزم على الطابلو ويحكموا طراب ورق في الشي من الماء ويديروه للخشمه رقاج فمه باش يستنشق هذا الماء معايا رفيقات غلاظات مثلا وحدات كبارات سنا وكبارات اجسامهم كبار وتقطعوا ياسر من التقطاع فيهم وحدات حوامل دخل علينا القزو وفوتنا معاه 11 يوم وهذه 11 يوم فوتنا معاه فوتناها الحقيقة ما نرقدوا ولا نقعدوا ودائما مستنفرين يلينا خبط المدينة عندي 11 يشير ولا 12 ما عنده شيء يسوي هو نبتو لأن الرجال قبضهم المقاربة والتركة جينا بها توصلنا للمخيمات وجينا المهيرز في الليل وجبرنا المخيم قدامنا ياسر من الناس مبني فم وعنده ياسر من مشاكل
انطلاقات. هذه هي طريقة الأصول مع الباقي من عائلتي كامل الثاني اللي يتوصلهون مش على كرعيه. فمهيريز مولين فهمتم الدنيا لا جايتك حز نوبة على كرعيها ونوبة نجبرو تيتا تمشي بينا تلفتنا الطريق السقيل ونتلحقهم ونوبة نمشو على كرعينا إلين لحقنا التفاريتي. ليش انا قاعد لا طويل ما هو هي عائله الحمد لله كامله وماشي عنها ابوها معدل خيمه ثانيه لك سمعت معدل خيمه ثانيه هو وهم الحمد لله صنع عشره رقاش وش عنهم ابوها وربيتهم انا الحمد لله انا وربها وعليها ترجال لك سمعت ومجوزتهم ومعدل حالتهم
قولها على اني انا الباقي فيه في هذه الحياه ان اليوم احنا الحويسين قاعد طامعين الله عدنا احنا نداولوا كيف الناس احنا وفاتوا من الدهر ما قد نطمع فينا لا مخيوف ان الله ما مطمع فينا ما هو حد جاينا بمروه يدورش شاطر زاد ذاك حسن ضيافتنا للخطار زين ما اعطانا لنا المزامير الجاون وذيك الشغله زين كون ما يجي حد الى جا حد طامع فينا لنا من الناس الثانيه مولي كيفتها كنا احنا اختي قد طمع فينا احد لا يجيب لنا ما قد خلقت Presionó el terreno, que lo vi, me impresioné, porque ni agua, ni pasto, ni nada absolutamente aquí. Cuando venimos aquí, no hay nada. Claro que presiona, ni medicamento, ni nada. El principio, cuando venimos, un susto, de... pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros que lo buscamos. ¿Sabe lo que quiere decirte? Nosotros buscamos que venimos aquí a ver si tenemos una dependencia nuestra. سركلتنا القوات المغربية شي طلع فوق السطح كرو فتحنهم واحد من الأطفال شي طلع فوق السطح شي في الدروج